يتجدد الهواء باستمرار داخل قطار ركاب حديث، ففي القطارات الفائقة السرعة يلتقط الهواء من الخارج من خلال فتحة تهوئة وينقى لإزالة جزئيات الغبار منه. يختلط ثلث الهواء الملتقط من الخارج مع ثلثي الهواء الموجود داخل القطار، ثم ينقى مرة أخرى ويتوزع من خلال أغلفة موجودة في سقف العربات أو في جانبيها. في عربة قطار تسير بسرعة كبيرة، يتوزع الهواء على طول النوافذ من الأسفل إلى الأعلى قبل أن ينزل نحو الأرض على مستوى وسط الممر. يخرج الهواء من العربة بواسطة جهاز امتصاص، وتنتج عن ذلك تنقية الهواء داخل هذا النوع من القطارات كل 3 دقائق، بالإضافة إلى تجدده بالكامل كل 9 دقائق. المبدأ نفسه ينطبق على تجدد الهواء في القطارات الأقل سرعة، باستثناء أن نسبة الهواء الخارجي تبلغ 40% وتمزج مع 60% من الهواء الداخلي. في الحالتين يتدفق الهواء للركاب داخل القطارات بشكل غير مباشر وبطريقة عمودية، الأمر الذي يمنع انتقال رذاذ اللعاب من راكب إلى آخر، وبالتالي يمنع انتشار الفيروسات.